على أحوال الطقس مع موبيليس. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن فعلا كما كان مرتقب من قبل مصلحة الأرصاد الجوية، الاضطراب الجوي كان نشيط خلال يوم الأمس على السواحل الشرقية وحتى على المناطق القرب الساحلية الشرقية، أثمر بأمطار كانت معتبرة محليا. بالنسبة لنهار اليوم، مصلحة الأرصاد الجوية ارتقبت دائما أن تبقى الأمطار معتبرة نحو سواحل الوسطى وحتى المناطق القرب الساحلية الوسطى، وتمتد لغاية السواحل التي تقع بشرق العاصمة. إذن من خلال صور القمر الاصطناعي نلاحظ هذا الاضطراب الجوي النشيط الذي خاصة بقى يعبر نحو السواحل وكذلك المناطق القرب ساحلية الوسطى وحتى الشرقية. إذن ابتداء من أمسية اليوم بحول الله هذه الأمطار ستقل تدريجيا. هناك سحب أخرى امتدت نهار اليوم نحو مناطق أقصى الجنوب، مرتفعات الهوغار وتصلي إلى غاية وسط الصحراء. بالنسبة ليوم الغد بحول الله، مساحة الأرصاد الجوية ترتقب أن تعود الأمطار على كافة المناطق الشمالية الوسطى وحتى الشرقية. يبقى دائما طقس غير مستقر، ترى فترات صحوة، لكن الأمطار ستكون غالبا تخص كل السواحل الوسطى وكذلك الشرقية. الثلوج أيضا ستبقى تتساقط خلال ليلة الغد على المرتفعات الوسطى التي يتراوح علوها بين 800 إلى غاية 900 متر، والمرتفعات شرقية نحو 1000 متر. على المناطق الغربية أجواء متقلبة، احتمال لبعض الأمطار الضعيفة. تبقى أيضا بعض الأمطار محتملة خاصة خلال صبيحة نحو مناطق شمال الصحراء. تتحسن الأجواء بعد الظهيرة بحول الله. والصفا على العموم سيبقى يميز كل من وسط الصحراء إلى غاية أقصى الجنوب، رغم أنه ستنتشر سحب بدون فعالية نحو أقصى الجنوب. الحرارة خلال ليلة اليوم تكون دون الصفر على أغلب المناطق الداخلية، درجتين تحت الصفر بقسنطينة، باتنا، غليزان، تيارت وعين دفلاس، درجات بتيزي وزو ووهران، 3 فقط بالعاصمة، 5 بعنبة، 8 درجات بالنسبة لشمال الصحراء، 5 بمرتفعات الهوغار وتاسيلي، 9 بأقصى الجنوب الغربي، 13 بوسط الصحراء و18 بأقصى الجنوب. خلال ظهيرة الغد الحرارة القصوى تبقى باردة أو منخفضة على أغلب المناطق الداخلية خاصة مع تساقط الثلوج، حيث لن تتعدى 8 درجات فقط بباتنا الجلفة والبيض، 6 درجات بسطيف، 9 بغليزان، بتيارة عين، 10 بتيزي وزو، من 12 إلى 14 نحو السواحل، 17 بشمال الصحراء، 20 بثمان راس وجنات، 26 بتندوف، 27 بوسط الصحراء، 33 درجة بأقصى الجنوب، ولن تتعدى 18 درجة بورقلة وحسيم سعود. بالنسبة لحالة البحر اليوم الغد بحول الله، يبقى مضطرب نحو سواحل الوسطى وحتى الشرقية. هنا رياح تأتينا من شمالية غربية، أحيانا تكون جنوبية غربية نحو سواحل الشرقية، ومن شرقية إلى شمالية شرقية نحو سواحل التي تقع بغرب العاصمة. هذا بالنسبة ليوم الغد. بالنسبة للأيام المقبلة نستهلها بيوم الجمعة بحول الله، فخلال يوم الجمعة تبقى الأجواء متقلبة، بقايا بعض الأمطار تبقى تخص المناطق الوسطى وأيضا الشرقية، حتى تلوش خلال الصباح الباكر على المرتفعات التي يفوق علوها 1000 متر. الأجواء ستتحسن تدريجيا بالنسبة للمناطق الغربية. تبقى أيضا بعض الأمطار محتملة نحو مناطق الجنوب الغربي. خلال يوم السبت بحول الله سحب عابرة على كافة المناطق الشمالية. الإشراقات ستظهر خلال الظهيرة، لكن التحسن سيبقى مؤقت. في أواخر يوم السبت بحول الله ستلتحق أمطار أخرى نحو سواحل الوسطى وأيضا الشرقية خلال الليل بحول الله. أما خلال يوم الأحد الاستقرار سيعود من جديد على كافة المناطق الغربية وحتى الوسطى. تبقى بقايا بعض الأمطار خلال صبيحة نحو سواحل أو المناطق الشرقية، ثم تزول خلال الظهيرة بحول الله، وتكون الأجواء متقلبة بالنسبة لمناطق منطقة الواحات إلى غاية الجنوب الشرقي، احتمال هنا لبعض الأمطار الضعيفة، لكن الرياح ستكون معتدلة مما ستعمل على تطاير الرمال بأغلب مناطق وسط الصحراء. نعود إلى يوم الغد ونفترق بمعلومات الفلكية، طبعا تخص دائما العاصمة وضواحيها. شروق الشمس سيكون بإذن الله في حدود الساعة 7 صباحا و29 دقيقة. شكرا على المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه. قدمت لكم موبيليس الأحوال الجوية.